الصراع الصيني والأمريكي يزداد توترا يوما بعد يوم في وتيرة التصريحات بين الطرفين المتنازعين على الاقتصاد العالمي، حيث ردت الصين على التصريحات الأمريكية بشأن تهديدات بكين في بحر الصين الجنوبي، معتبرة أنها تستعرض عضلاتها وتثير التوتر وتحرض على المواجهة في المنطقة، وأن مثل هذه التصريحات غير مبررة على الإطلاق ولا أساس لها من الصحة، وأن الولايات المتحدة لا تشارك بحل النزاعات بشكل مباشر لكنها تستمر بالتدخل. وأكدت الخارجية الصينية أنها ستواصل حماية سيادة بلادها وأمنها وفقا للقانون، وستحافظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. إن البيان الأمريكي يتجاهل التاريخ والحقائق حول القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، إنه ينتهك التزام الحكومة الأمريكية الصريح بعدم اتخاذ موقف بشأن سيادة بحر الصين الجنوبي، فهو ينتهك ويشوه القانون الدولي ويثير الخلافات الإقليمية والبحرية ويعطل السلام والاستقرار الإقليميين. الخارجية الأمريكية اعتبرت أن مطالبات بكين بالموارد البحرية في القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي غير مشروعة تماماً، وكذلك حملة الاستقواء للسيطرة عليها، معتبرة أن المناورات العسكرية التي أجرتها الصين في مياه أرخبيل باراسيل المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي تزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة التي تتنازع على سيادتها كل من الصين وفيتنام وتايوان.